بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نبدأ مع بعض إزاي نشترك في المنصة، لأن الموضوع دي عامل قلق عند ناس كتير وعند أولياء الأمور والمعلمين والطلبة، فهنتعلم إزاي نعمل الاشتراك في المنصة. هو اشتراك طبيعي جدا زي كأنك بتشترك في الفيسبوك أو كأنك بتعمل حساب على الجيميل، كل دي حاجات بسيطة. فعندك بطريقتين، لإما تجيب المتصفح، لإما تجيب المتصفح أو الإنترنت عادي، وتكتب فوق هنا، تكتب فوق هنا كده عشان كنت أنا مشترك فيه قبل كده، فهطلع هطلع منه. أيوة، بتجيب صفحة جوجل عادي مش فيها حاجة، وتكتب بإيه اي دي ام او دي في جوجل، اي دي ام او دي او في جوجل، اي دي مودو، ويجيب لك الصفحة اللي انت فيها دي، فبقول لك ان انت عايز تشترك، ان انت الوقت هتشترك. فانت هتشترك بايه؟ لو انت عاوز تشترك جديد، يعني مثلا ممكن تختار الجيميل جوجل الاولانية دي، هو من نفسه لو انت معاك جيميل على التليفون هو هيروح يجيب الجيميل من التليفون بتاعك ومن غير ما تتعب في نفسك ولا حاجة. لكن لو انت عاوز تكتبه تاني او عندك جيميل تاني عاوز تدخله، فتكتب هنا اهو، تكتب الجيميل بتاعك. اهو كتبته، وتكمله طبعا لان انت لسه ما بدتلوش ايحاء ان انت هتعمله ايه، فلازم تكتب آت وتكتب جيميل. اشتراك عادي زي اي سايت انت بتشترك فيه، دوت كوم عادي، جيميل دوت كوم. بعد كده بتجيب تكتب الباسورد تحت عادي، الخانة الثانية هنقول له التالي، فهو عايز هنا الباسورد بتاع الجيميل بتاعك، فهكتب الباسورد وارجع لك حالا. بعد كده بتكتب، بعد ما تخلص الباسورد بتتك على لوج ان، بتتك على لوج ان الشريط الازرق قدامك ده، طبعا هيقلب معاك. بعد ما تكتب الباسورد هيتنقل للصفحه دي، يقول لك ان انت عاوزه يسجل ويحتفظ بكلمه السر، فاقول له ماشي تذكر عادي او ليس الان براحتك. بعد كده هو يفتح معاك بالشكل ده. طيب دي لو انت كنت مشترك قبل كده او انت عملت اشتراك، فانا هطلع برضه تاني علشان انا هجيبه من المتجر. دي الطريقة الاولى، دي الطريقة الاولى. تعالى نفهم بقى بايه لو انت هتجيبه من المتجر بتاع اهو، نشوف المتجر، متجر بلاي بهذا الشكل، ونكتب فوق هنا برضو اي دي مودو، برنامج سهل بسيط، هو 18 ميجا تحمله، وشكله بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، اي دي مودو، وتكة متابعة. بيقول لك ان انت عايز تنشئ حساب مجاني، نقول له ماشي انا هنشئ حساب مجاني. بيسألك بقى لو انت معلم اختار معلم، لو انت طالب اختار طالب، انت لو ولي امر ففي ولي الامر ممكن يسجل كأنه ولي الامر، سواء بتعمله بتنزل الابليكيشن ده من المتجر بلاي او بتجيبه من صفحة نت عادي. فهنعمل هنا كمعلم بهذا الشكل، اخترنا هنا كمعلم، هسجل انا بالبريد بتاعي بهذا الشكل اهو، هختار ممكن اكتبه هنا اهو، اكتبه قدامكم تكتبه طبعا كامل، لان هنا من انت المفروض هتكتبه آت وجيميل gmail.com. بعد كده بتكتب هنا كلمة السر اللي انت عايز تدخل بيها، فتكتب كلمة السر عادي. بعد ما بتسجل عادي بتكتب الجيميل بتاعك، بيدخل معاك بالشكل اللي انت شايفه ده،
بيقول لك انني عايز اطلع على معلوماتك في الجيميل علشان اخد معلوماتك. فما فيش قدامك غير مفر، ما فيش مفر اصلا غير سماح، هي المعلومات كلها متداولة الله اعلم فين. وبعد كده تنتظر شوية عما يبدأ يفتح معاك برنامج عادي جدا اهو. طبعا هيفتح معانا، طبعا المنصة محتاجة نت سريع، انا عندي طبعا نت سريع، بس ما بالك بقى لو انت عندك النت بطيء هيغيب معاك شوية عما يبدأ يحمل الصفحة. ولسه الوقت جديد الله اعلم بقى فيما بعد، ان هي ما تزحم تبقى زحمة هتدخل ازاي. هنا جاب لي بهذا الشكل لكل الناس اللي هي اشتركت في الموضوع ده، ده كل الناس دي اشتركت في الموضوع ده وبدأوا يقدموا زي ما انتم شايفين اهو. انا طبعا علشان ماس انا مختار جزء الماس بهذا الشكل، يعني هيكون في كم كبير من المعلومات. طيب هنا عشان نختار ما فنختار التالية، ولو انت عايز تعمل متابعة او لا زيه زي الفيسبوك تماما، عاوز تعمل متابعة او لا فانت بتختار وانت حر التصرف فيه. لو انت عايز بقى تعمل فصل، عاوز تنشئ فصل وتضيف الطلبة بتوعك، فهنختار هنا انشاء اول فصل دراسي، فهختار تتك على انشاء اول فصل هنا دراسي، وبتكتب هنا الملف الشخصي مثلا بتاع الفصل. ممكن انت عايز تسمي الفصل مثلا فصل، عايز تسمي مثلا فصل تالتة اول، مثلا تالتة اول بتكلم على اعدادي طبعا، كل مدرس عاوز يعمله براحته، بس انا بكتب على مثلا تالتة اول. بعد كده مثلا هنا التقييم ما قبل الروضة، لا قبل الروضة انا اختار تعليم عالي، انت بتقيمه عادي، كل دي حاجات انت بتختارها بتظبطها مع نفسك. اضبط الاعداد الافتراضي للقراء فقط او للاعداء الجدد، فانت عادي بتنشطها. جميع المشاركات وردود معتدلة نشطها عادي، كل الحاجات كأنه زي الفيس بالظبط يعني كأنك بتعمل فيس بالظبط. اخفاء كل المنشورات عن اولياء الامور، لا طبعا ماشي سيبها. يبقى احنا كده انت عملت اول فصل اهو، انشاء فصل دراسي. تضغط هنا بقول لك حدد الموضوع، نطاق الموضوع، فنختار انا طبعا عشان مزمن رياضيات هختار انا رياضيات. فين رياضيات؟ اهي رياضيات، مثلا مادة جبر ولا هندسة تختار زي ما انت عاوز. فانا اخترت له الجبر مثلا، واقول له انشاء فصل دراسي تلت اول جبر كده. لو في عاوز تحط ملاحظة مثلا تحط هنا ملاحظة لك مثلا، اي حاجة ممكن انت عاوز تلجأ لها وترجع لها في اي وقت. طيب نيجي نشوف فينا اعدادات في الجنب اهي، زيها زي ايه، زي اي حاجة انت بتتعامل متصفح بتتعامل معاه. ابدأ عاوز هنا تشتغل، هنا تشتغل، عايز تختار ماس وهكذا. لو في مكتبة قدامك عاوز تختار مكتبة وهكذا. طيب دلوقتي عاوزين نشوف مثلا ازاي مثلا هتضيف الطلب. طيب نشوف، وفي تحت كده برضو جرس، وفي استكشاف كشف او تقدم ماشي، يعني حاول تعمله بقى انت من نفسك وتشوف كل ما هو جديد فيه وتتعامل معاه، تتعامل معاه عادي جدا مفيش فيه اي حاجة خالص، هو مجرد ابليكيشن زيه زي اي ابليكيشن، مفيش منه اي خوف. نبدأ نجي نتصفح مثلا نشوف المكتبة، لسه طبعا مفيش حاجة هنا اتضافت، طبعا يوم 2/4
من 4 كل الامور هتكون كملت. نبدأ هنا مثلا، انا هشتغل في ايه؟ تأكيد موقعك مش مهم، اختار اهتمامك وواحد على الاقل. مثلا لازم تختار حاجة، اي حاجة نختار مثلا اللغة، الرياضة طبعا الرياضة. خلاص انا كده اخترت، نقول الرياضة وعلوم حفظ الاهتمامات كده. دلوقتي انت متفاعل مع المنصة بهذا الشكل. طيب لو انت عاوز تشوف الطلبات، في هنا كده طلبات. لو انت بدأت ايه ما تبدأ بقى تضيف الطلبة، كل طالب يكون له كود، فانت هتبدأ تضيف الطلبة من هنا. لو انت عايز تبعت لهم رسائل، تك على الرسائل اللي موجودة تحت دي وتكتب الرسائل، او عاوز تبعت رسالة فتكتب هنا مثلا اعزائي الطلبة مثلا، او درس اليوم عن مثلا القصور لوحة، مش القصور الجبرية مثلا بهذا الشكل. وطبعا ما فيش هنا مستقبلين، لان احنا لسه ما ضفناش حاجة، ما ضفناش. انا بعرفك ازاي بس ايه، ان انت ممكن تبعت رسالة للفصل بالكامل. طيب بعد كده نيجي نشوف هنا بتقلب فيه. هنا فصل تالتة اللي احنا عملناه، فصل تالتة اول، في واحد عضو فقط اهو بهذا الشكل. هنا كنا كاتبين مادة الجبر. وانت لو انت هنا جبت عاوز تضيف طلاب، هنختار اضافة طلاب اهو. هذا الفصل هنا في بيديك هنا كود، بيديك كود بالمنظر اللي انت شايفه ده. فالكود ده اللي انت هتديه للطلبة علشان الطلبة تتحاور معاك، الطلبة تدخل معاك. يبقى هو ده الكود اللي الطلبة هتدخل معاك بيه. و بعد كده يبقى انت لما كل طالب هيكتب هذا الكود هيدخل معاك هنا في الفصل بتاع اللي انا مسميه تالتة اول بهذا الشكل. طيب لو انت عاوز تعمل رسالة ترحيبية، تختار رسالة ترحيبية تكتبها هنا، هتروح لهم كلهم. لو انت عاوز مثلا، انا طبعا مش عملت، انا هطلع مش مشكله. انشاء واجب، لو انت عاوز تدي لهم واجب هتكتب هنا عنوان الواجب. المهم حاول تعمله انت بنفسك، ولازم تتعامل معاه. هو تطبيق كويس جدا، وصفحه المنصه لا اما تفتحها من على المتجر، من على جوجل، لا اما تفتحها من تنزل الابلكيشن بتاعها الاي دي ميدو. فطبيعي، بس لازم تشتغل بيه بنفسك علشان تقدر تعرف تفهم كل المزايا اللي فيه. طبعا هو جميل، فكانت كل الناس قلقانة منه. طبعا هنا عاوز تحط مجلد، هنا في برضو اعضاء. لو انت كل ما تضيف وتدي واحد يكتب الكود ده هيدخل معاك، هنا هيدخل معاك. عايز تعمل مجموعات تقسمها خمسات، تقسمها حاجة هنا، تحط هنا مجموعات صغيرة. ولو انت عايز تعدل في لون، في هنا كمان عندنا اللي هي النقط اللي فوق موجودة دي، تلات نقط اللي على الشمال دي. لو انت عاوز تغير لون الفصل براحتك اهو، هختار لون الفصل دي نخليه احمر بهذا الشكل، ملون اهو زي ما انت عايزه، انا هخليه احمر بهذا الشكل. خلاص كده انا خليت فصل تالتة اول باللون الاحمر وهكذا. طيب لو انا عايز اعمل اعدادات، الفصل دي يكون له كود لوحده، وعاوز ممكن تقفل قفل رمز الفصل، وممكن تغير رمز الفصل، يعني ممكن تتغير،
ممكن تسمي اسم الفصل، ممكن تغير تعمل ايه تاني التغييرات دي كلها. فحاول تعمل الاعداد من نفسك وتشترك فيه، وده لو كنت انت معلم. انا كده عامله كمعلم، لو كان طالب كان ممكن يعمله طالب من البداية. لو هيكون بقى انت عاوز تضيف الطالب، كل اللي يكتب الكود ده هيتضاف معاك. كود الطالب لما انت مثلا الطالب عمله فهيدخل بالكود بتاعه، وولي الامر كذلك. يعني انت ممكن المعلم يعمل اكونت حساب بنفسه باسمه، الطالب ممكن يعمل حساب لنفسه، وولي الامر ايضا ممكن يعمل حساب لنفسه. انا حبيت بس ادي تنويه على صفحة المنصة والابليكيشن اللي نزل، لان الابليكيشن موجود اصلا، داتا موضوع موجود من زمان جدا، لكن احنا لسه بادئين نتعامل معاه. طبعا نتيجة التكنولوجيا الجديدة عم الامور تتحسن، وندعو ربنا ان الامور تتحسن ويكشف عنا الغمة دي باذن الله. انا اسجل لكم هذا الفيديو لان في اولياء امور قلقانه جدا من الموضوع ده، والطلبه كمان والمعلمين كمان. فلو كنت بتشوف الفيديو وعجبك ايه، ما تنساش تعمل لايك وشير واعمل مشاركه واشتراك في القناه علشان يصلك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم صالح عبد العال.